هناك أربع أسباب ذكرها العلماء تعين على العبادة، أربعة أسباب تعين على العبادة عموما وفي رمضان خصوصا، فعلى العبد أن يتدبرها ويتأمل فيها. فمنها أول ما ذكروا منها قلة الإكثار من الطعام والشراب الذي يؤدي إلى التخمة، فيقوم الإنسان وهو ثقيل لا يستطيع يركع ولا يستطيع يسجد، فعليه أن يتقلل من الطعام. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما ملأ ابن آدم وعاء شر من بطن، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. الطعام له ثلث، ما هو يملأ البطن كله ويقول الماء يتخلل والنفس يأتي بالحالة، هذا ما هو صحيح. إذا تخففت من الطعام خفت النفس وانبعثت، فهذا هو السبب الأول. السبب الثاني، عليك بالقيلولة في النهار التي تعينك على قيام الليل، تراويح وقيام الليل في غير رمضان، أقل في النهار، فإذا أقلت في النهار ونمت معه جزءا من الليل تنبعث بإذن الله تبارك وتعالى. الأمر الثالث الذي يعينك على القيام والمبادرة إلى الطاعة، ترك كثرة المخالطة للناس بإذهاب الأوقات معهم، لا بد لك من حفظ وقتك، فإن كثرة المخالطة تضر، ولو ما يأتي فيها إلا إذهاب الوقت لكفى به ضررا، والوقت أنت مسؤول أن تحفظه. ومن الناس مخالطته بمنزلة الدواء، ومنهم من مخالطته بمنزلة الغذاء، ومنهم من مخالطته بمنزلة الداء، ومنهم من مخالطته بمنزلة الهواء. فالذي مخالطته بمنزلة الداء، هؤلاء أصحاب السوء لا خير فيهم، مخالطتهم مضرة على العبد في دينه ودنياه. والذي مخالطته بمنزلة الغذاء، هذا تحتاج إليه في أوقات، مو كل وقتك تأكل تأكل تأكل، أعلى ما تعد الأكل ثلاث وجبات صباح وفي النهار في آخر النهار وسط النهار وفي المساء قبل أن تنام، فهذا تخالطه بمنزلة الغذاء، تجلس معه أوقات معدودة. ومنهم من مخالطته بمنزلة الدواء، فهذا تأتيه على قلة، توسع نفس صدرك عنده بالمباح، تجد عنده حسن الكلام وطيب الكلام، وعنده من أشعار العرب وأخبار العرب والحكم والأمثال، ما يوسع به صدرك وتؤنس به نفسك وتقضي فيه الوقت في غير معصية لله تبارك وتعالى. فهذا إذا احتجت جلست معه لتستجم وتجم نفسك. ومنهم من صحبته بمنزلة الهوى، إذا توقف تموت. هؤلاء هم الصالحون، أهل الصلاح، أهل العبادة، أهل الطاعة، الذين قيل فيهم: لا تصحب إلا من تذكرك بالله رؤيته أو تدلك على الله كلمته. وقال آخر: لا تصحب إلا من يذكرك بالله حاله، يذكرك بالله حاله أو يدلك على الله مقاله. هؤلاء هم الإخيار الأخيار، فاصحبهم، فإذا صحبتهم فأنت الفائز بإذن الله، وإذا ما تركتهم ربما تضعف وربما يتسلط عليك أهل السوء والشيطان، نسأل الله العافية والسلامة. فإذا كنت تخشى على نفسك من هؤلاء من هذا، فالزم هؤلاء، فإن لزومهم لك بمنزلة الهوى، إذا توقف عنك تموت، التنفس يذهب. الأعمال الصالحة هي الغذاء للنفس. فالناس ما هم كلهم يخالطون يا معشر الناس أبدا، الناس على هذه الطبقات، فعلى العبد أن يستغل هذه الأيام، وعليه أن يعلم قدرها، وعليه أن يحرص.